بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا خص الله تعالى سن الأربعين بالذكر في القرآن الكريم؟ ولماذا يمسح الله على وجوههم كل يوم؟ وصف القرآن الكريم مراحل عمر الإنسان بأوصاف عديدة منذ أن كان عدما، فقال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وحتى الموت؟ ولم يذكر القرآن سنا بعينه في عمر الإنسان سوى سن الأربعين، فقال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وقد أثبت العلم الحديث أن سن 40 هو سن كمال النضج العقلي والنفسي. فحتى وقت قريب كانت الأبحاث تشير إلى أن الدماغ البشري يتوقف نموه عند سن 40، ولكن هناك دراسات وأبحاث قامت بها مؤخرا عدة جامعات عالمية أن الدماغ يستمر في النمو حتى بلوغ الإنسان سن 40، خاصة في منطقة الناصية وهي أعلى مقدمة الدماغ، وهذا يعد إعجازا قرآنيا بكل المقاييس. وبعد أن يصل الإنسان إلى هذا السن فثمة أمور كثيرة تتغير في تكوينه الجسدي والنفسي، وأولى هذه العلامات ظهور الشيب، حيث يزحف الشعر الأبيض رويدا رويدا إلى رأسه، كما يبدأ الوجه في رسم التجاعيد والترهلات وضعف البصر وضعف الأسنان والسمع. ويرسل الله سبحانه وتعالى رسائل عديدة بعد أن يصل الإنسان إلى هذا السن وهو ما زال على المعصية، حيث يرسل الله له رسالة بالأمر بالرجوع إليه يشعر بها المؤمن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وصل ابن آدم 40 وهو على معصية يمسح الله على وجهه ويقول: أما آن لهذا الوجه أن يستحي. وقد ورد هذا في حديث للإمام الشيخ الشعراوي حين قال أن على الإنسان أن يتقي الله وأن يرجع إليه حين يصل إلى هذا السن، فإن ملك الموت ينظر إلى وجوههم كل يوم وينادي عليهم: يا أبناء 40، هذا وقت أخذ الزاد، أذهانكم حاضرة وأعضاؤكم قوية شداد، قد دنا وقت الأخذ والحصاد. ونترككم مع كلمة الشيخ الشعراوي.